شو عم تساوي؟ اختصر شو بدك ابو غالي؟ والله ليه الشعور خير هدول اهل حاط الطبع يخرب بيتهم شو كحكيتوا بخلا؟ ليش بقى؟ عبده ما بده يعطيني غير سرة ملبس وحدة ولا اهل حاط كل واحد اعطانا اربع خمس صراط. لا مو صحيح، لانه انا بعيني شفته للعقيد ابو النار عم يضحك بجيب الشرواله اكثر من 10 صرر ملبس. هذاك العقيد ابو النار وانت ايدي على راسك والنبي كباسك، كم صريت ملبس طلع لك؟ ثلاثة. بس شو كم صرة بدك اياهم يعطوني؟ وليش انا اللي يطلع لي صرة ملبس واحدة بس؟ قل لي شو انت والعقيد ابو النار على راسكم ريشة وانا على راسي حشيشة؟ قل لي ابو الحكم قل لي. انت بتعرف حالك شو عامل معه؟ شو عامل يعني؟ يلي كان بيناتنا خلص انتهى، بيضت صفحتي معه. لا صدقتك، انقلع من هون قبل ما يجي ابو النار بيشوفك هون. يلا رايح والله ما عرفان ربك وين حاطك بتلطرش بالزفه. يا طال عمرك ما اغلظك. ايه شو ابو الحكام؟ مرحبا. ليش عم تسفي ابو غالي لعداد؟ الله وكيلك من ندت اللي هو جا لحاله. اتصل لي اياه بامرك. هات شاي. جاهز الشاي عبيد. علي لبني اكل الشعري واللي بياكلها من عند ابو غالي بيرفرف وبيطيب بليله بنته واللي بياكلها بيشقرق وبيسدو بليله بليله بلبلوكي. صباح الخير مرزوق. الله لا يسعد صباحك. ايه الله لا يحرمني الطول. مو بايدك طباخ روحه، طباخ روحه ما بحبه وانسكبوا لي اياه لكبه بليله. يا ريان احمر يا ريان. حدوه دايبه، بده حدوه جديده لاربع حوافر. بدل لي اياه لابو الحكام. بس ليوافق صاحبه عقيد. شو قلت عمي بدل لك اياه؟ بدله. خليك ماسك له ايده لحتى يجيب الحدوات على ياسر حوافر. بليله بلبلوكي وبالناس سلقوكي. مرحبا عقيد. مرحبا ابو الحكام. شايفك. يشوفك السعد ان شاء الله. شو بدك ابو غريب؟ حبيت سلم عليك قبل ما اروح على شغلي. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. درب الجسر يلا. بدك شي خدمه عقيد؟ لك روح. بليله بليله بلبلوكي ولسه وشناشف عم يستقبلوكي. أرقك بشوفته بايك عقيد. هو أرقى بحاله. لك مالي أدران تصه. إيش وقدر وقع فوق راسي يضرب هو والأمن لا تعى. ما له طعمه لا هو ولا قامته. مرحبا بالحكام. سمعتك. شبك ليش ما عم تسلم عليه مثل عالم الناس؟ يلي مثلك ما بيستاهل واحد يطلع فيه، وانا من جهتي ماني حابب شوفتك بنو. لا شو عم تقلك انت والعقيد ابو النار؟ كل ما بتشوفوني بتنشفوا وشكم بوشي. ما بتعرف شو مسوي له ابو غالي؟ لا والله ما بعرف. طلعتك على المعركه معنا نسيتها ولا ذكرك شو سويت فيها؟ شو سويت؟ لك جبنت وما قتلت معنا ومع رجال عارض الضبع. لا مو صحيح. لا صحيح، حتى ما شفنا رصاصه واحده طلعت من بارودك. انا ما بعرف طخ، بعدين ما عرفت استعمل باروده. ما بتعرف تستعملها ولا خفت تموت لك جوعان؟ انا فكرتها خناقه عاديه مثل اللي بتصير بالحارات بيننا وبين حاره الضبع، عصي وحجار. ماني عارفه ان طاقه جهنم تنفتح علينا. كنت بتعرف لوين رايحين؟ لا تكذب علي ولا من غير شيء متحمط لك على نقف الدين قتله كسر عظامك فيها. والله ما بعرف شو يلي صار لي وقت شفت رصاص نازل مثل زخ المطر علينا. بصراحة حليت الحياة بعيني. قول هيك يحلى وبرك انت واللي عادياتك عليك خناقة. لك طلعوا معنا أكثر من 50 واحد وقتلوا معنا وما معهم سلاح بالحجر والسكينة والخنجر، وجنابك معك بارودة ما تستعملها؟ قلت لك ما بعرف طخ. ملحق عليك، الحق على العقيد أبو النار اللي قبل ياخدك معه. دخيلك يا أبو الحكم، دخيلك صالحني معه من وقت ما رجعنا من معركة وهو مو طايق يشوفني. شان الله ما دخلني، اصطفل منك له. أبو الحكم دخيل عرضك دبرني معه. استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم. من بعد ما مات أبو عصام الله يرحمه ترابه، كل يوم عم شوف الموت بعيوني 1000 مرة يا أبو الحكم. شلون يعني؟ لك ما عم يجيني نوم من كتر ما عم فكر بحالي. الله وكيله. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. مشان الله، مشان الله تساعدني، لأنه ما في غيرك بالدنيا لي صاحب. مشان الله. بسيطة بسيطة أبو غالب، فوت لجوا خلينا نحكي. فوت. حرام يكون عندي ولد يحمل اسمي. عيلة أبي رح ينسوها الناس يا أبو الحكم.
مشان هيك زعلان. وفي أكثر من هيك زعلان. أنا أبو غالب يلي اسمه على كل لسان، حرام يكون عنده ولد يخلي الناس يتذكروا ويترحموا عليه بعد ما ماتوا. لك شغلتك بسيطة كتير. شلون بسيطة يعني؟ تجوز وخلف ولد. مو هون مصيبة. ولد مصيبة؟ لتكون مو خرس تجوز وتجيب ولاد لك أبو غالب. شو هالحكي يا أبو الحكام؟ بس منين المصاري؟ أنا عمل لك يا دوب طعمي حالي رغيف خبز وكم زيتونة بدون كاسة شاي. لك أنا إذا بعت ما فوقي وتحتي ما بيطلع بيدي الجواز. طيب شو المطلوب مني؟ ما بعرف، بدك تساعدني أبو الحكام. شوف، إذا ما بيصير معك مصاري بحياتك كلها ما راح تتجوز. وكيف بده يصير معي مصاري أبو الحكام؟ بدك تحسن شغلك. شلون يعني؟ عرب لي إياها، ما فهمتها. بدك تحرك حالك بين العالم والناس، تسعى منيح مشان الله يكرمك. يعني بدك يعني اشتغل شغلي غير شغلتي؟ هي شعرك فهمتها لحالك، لأنه هي شغلة البليلة ما بتطعمي خبز. شو بدك يعني اشتغل؟ غالي شو رأيك تشتغل حمصاني؟ يا حبيبي عليك يا أبو الحكم، ما هي شغلتي. أنا قصدي تفتح دكاني لبيع الحمص والفول والتسائي وغيره سواته. منين يا حسرة؟ عم نقول لك ما معنا مصاري ناكل، منين بدنا نجيب لك حق الدكان؟ لك الدكانة جاهزة مع العدة تبعها، لا تاكل هم. ايدي بزد نارك يا أبو الحكم. دكانة أبو سمير الحمصاني. ها؟ يلي بحالة الضباب؟ لك ايه، وانا بحاكي ابو النار يحكي لك مع ابو شهاب يستأجر لك ياها الدكانة. ايه؟ شو ايه؟ بتشتغل فيها كام شهر او سن زمان بصير معك مصاري مثل الكشك، وبتجخ وبترخ وبتلاقي العالم حواليك وشايف حالك. لأنه دكانة أبو سمير الحمصاني رزقتها منيحة، بعدين ما عندهم بالحارة حمصاني، وراح يصير الشغل لفوق رأسك، وساعتها راح تتجوز أحلى وحدة بالحارة، وراح بتجيب منها أولاد صبيان وبنات، وراح يحملوا اسمك من بعد ما ماتك، وصير عندك عيلة كبيرة تعرفك كل الناس. ما بتعرف، يمكن يجيك الحظ تتجوز أرملة أبو سمير الحمصاني، والبيت والدكان تبعها يصيروا ملكك، وبتجيب من الأولاد وبتربي لأولادها، وساعتها حارة الضبع لا يحطوا بفوق رأسهم. ليش؟ لأنك صرت واحد منهم فيهم. شو قلت أبو غالي؟ دخيلك يا أبو الحكم، داخل على الله وعليك تسعالي فيها من أول مرة. دخيلك تكرم عينك يا أبو غالي، بس بالأول لازم يرضى عليك أبو النار، وانت بتفتح له سيرة الدكانة، وأنا راح صف معك وساعتها. وشلو بدي خلي العقيد أبو النار يرضى علي ويسامحني؟ هاي ترك علي، أنا راح بيض صفحتك عنده. الله لا يحرمني اياك، والله ما يلحق انسانك هالمعروف طول عمري. اشرب شاي، عود اشرب شاي. بعدين بعدين، بليلة بليلة بلوكي، بجوازي معروكي. والله معه حق، لازم يتجوز. شي شغلة نسيتها بالبيت. بالسلامة. بليلة بلي. يا صاحبة. ليه سويته صاحبي؟ يضرب هو اللي بياخذ صاحب لحاله. أكل الشعري. يلي بياكلها من عند أبو غالب بيتجوز وبيرفرف وبيطير. مرحبا أبو مرزوق. أهلين. شلونه عمي أبشي؟ أبو مرزوق. نعم. أعطيني أغراضي داخليها. شري. بليلة بليلة بلبلوكي وبوش ناشف استقبلوكي. يا عمي أنا ناسف. بحكي فارغ أزيل يجعلك من حظي ونصيبي يا أم سمير الحمصاني. شو عم تسوي هون ولا؟ عم بيقلبوا، شو جابوا ها؟ أهلي أبو حاتم. أهلي. عم بسألك شو عم تسوي هون؟ شو عم تسوي يعني؟ عم بتسبب هون؟ عم تتسبب بحارة ضيقة وسد؟ أنت أكرم من الله أبو حاتم، بلكي في ولاد جايين زيارة على شي بيت من بيوت هالحارة. بالله والله. اسمعوا لها، لهون ما بتجي بنوب ها، درميل من الحارة أحسن لك. شو بك أبو حاتم؟ شو عدا ما بدا؟ اللي عدا أنه هاي الحارة ما فيها أولاد. لا فيها أولاد أبو سمير حمصاني. إيوه أنت هاد اللي بدك ياه، أولاد أبو سمير حمصاني. شو بك أبو حاتم؟ ليش عم تخبر؟ امشي. أنت مالك أكرم من الله، الله بيرزق الدودة بل بالصخرة. امشي 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 لخلي الدودة تاكل راسها. امشي على مهلك علي، على مهلك. امشي. بليلة بليلة بلبلوكي ومن الحارة جرجلوكي ولعوكي. بليلة.
ايمتى بدك تصيري ملكي انت وصاحبك؟ ايمتى؟ بليلة بليلة بلبلوكي ومن السلام اوكي وبالدكان حطوكي وباعوكي بليلة بلبلوكي وبالليل سلاوكي وبالنهار باعوكي وبالملح والكمون لكوكي وبعدين اكلوكي وارمشوكي. مطول بالوقفه هون ابو غريب. بس لحتى نفق البليلات ابو مرزوق. الي شو بلا ابو مرزوق؟ مو عاجبك حدا اليوم؟ انا هيك طبعي بتضايق من خيالي وخاصه من بيعين البليلات. وين ابو مرزوق؟ انا منكم ومن رجالي راحوا معكم على المعركه، هيك بتعملوا معي؟ الي روح عمي روح روح مشي روح. شوفي شوفي يا ابو مرزوق، شوفي جاري ليه صوتكم طالعة؟ عم يمننا بالروحة اللي راحة معكن. ايوه مو غريبة عليه؟ شو هي اللي مو غريبة علي ابو حاتم؟ كانت باطلة ومحولة هديك الطلعة، يوم اللي طلعت معنا كان بلاها احسن. صعيب مثل ما قالوا عنكم، ناكلين المعروف والجميل يا حالة الضبع. ابو غالب احنا لا بدنا معروفك ولا بدنا جميلتك، وإذا بدك تجي لعنا على الحارة لهون بدك تلتزم الأدب، يا أما منزعل منك. ها ليش شو ساويت عيبة لا سمح الله؟ تعرف حالك. شو ساويت له؟ أصلا هو ما دخله، لعنة بقلبه بليلة. يلي صار بيرجع لك لرجوليتك، بس أنا من هلأ ورايح، مالي مصلحة إنك تروح معي روحات، فأصحك تطلب مني هالشي مرة تانية، لسانك بصلك يا. بس يا عقيل هاد اللي عندي. أمرك عقيل، الله وكيلك، مو غايتي غير إنه ترضى علي وتسامحني، والله حيطق قلبي، مشاء الله سامحني. سامحتك. لك الله يخلي لي إياك يا عقيل، لك الله يمد في عمرك، جبرت بخاطري، الله يجبر بخاطرك يا رب. سوي له شاي لأبو غالب يا أبو الحكم. أمرك عقيل. أبو الحكم مور، خلي شغلك وسكر الدكان، على مالي راجع. السلام عليكم. بالسلامة يا عقيد. الله معك عقيد. عود أبو غالب عود. لك يا عيني عليك يا أبو الحكم، والله ابن أصل الله يقدرني على مكافاتك يا رب. لك لحتى تشوف إنه أبو الحكم لما بيحكي بيفعل، مو مثل بعض جماعة. لك هلأ إيمنا من السيرة أبو الحكم اللي فاتحته بست الدكان ولا لا؟ لا. لك ليش؟ لك ما اتفقنا من بعد ما تصالحوا وأنت تفتح له سيرة الدكان؟ ايه والله ايه والله مزبوط. ايه ومساوي شاي لك انا؟ ايه انت. ما قال لك ابو النار انك تساوي لي شاي؟ قوم تضرب من بين رجال قوم. قايم لا يطلع خلقك علي، روق ابو الحكام روق. شو بنا هلا؟ مو حلو اطلب منه يجوزني ارملة ابو سمير الحمصاني بكير. اول شيء اطلب منه الدكان، وبعد كم يوم تطلب منه يجوزك اياها. أحسن شيء قول بسم الله ولا تخاف. بقى شو قلت عقيد؟ والله فكرة مو بطالة يا أبو غالي. يعني رح تستكري لي إياها؟ ليش لا؟ أنت بتستاهل ولو؟ لك الله يخلي لي إياك يا عقيد. وإيمتى رح تستأجر له إياها عقيد؟ اليوم رح أشوف العقيد أبو شهاب صلي بدي ما شفته، رح أفتح معه شغلة الدكانة. لك الله يديمك فوق راسي ولا يحرمني إياك يا عقيد. بس بدك ما يدي وشي بالحارة. ها؟ وشك أبيض عقيد. بعدين أبو غالب على كيفك، بيساوي نقف الدين فول مدماس وتسائي بياخذوا القعد. على بركة الله. لما مندوق منحكم فول مدماس تسائي. الله يديمك يا عقيد، الله يديمك على جبران خاطر هالمعتر ابو غالي. انا جاء على صدي قدام رجال حارة الضبع، ما حدا يعمل لي كرامه. لك وين صارت هي؟ وين؟ هدي حالك عقيد، هدي حالك. ما حدا يعمل لي كرامه ابو الحكم. مرحبا عقيد. لك انت شو عامل مع حارة الضبع؟ لحتى ما حدا رضي يأجر لي الدكانه. انا؟ انت؟ الله وكيلك يا عقيد، الله وكيلك، وكيل السما والارض، ماني عامل شيء. لك ليش ما حدا رضي يأجر لي الدكانه؟ شوف حالك شو عامل معه النقاصه. لسه بتقول لي نقاصه؟ الله وكيلك، الله وكيلك يا عقيد، وكيل السما والارض، هذا المصحف الشريف لا تقول تو احلف لك عليه اني ماني عامل معه شيء. كل شغله عاطله بيحبوا يبعثوها فيني. لك شو نصها؟ لك خلي يفهمني شو نصها يا جماعه. والله ما بعرف يا عقيد، والله ما بعرف. لك من الثوابه، من الثوابه اللي عملها مع حارة الضبع، كيف بدنا نشوف الدكان؟ قلت لي كل شيء حلمت فيه يا ابو حادي. بدك تدمر لي حياتي، الله لا يوفقك انت واللي شد معك.
بس شو عليه يا ابو عادي، الايام جاي لو ارجيك فيها شي لسه ما شفته لا انت ولا كل حاط الضبع، انتو اللي رح تخلوني ارجع لمشاكل. والله والله لقلب عليكم واحد واحد. لك انا ابو غالي بعت لي كاسة شاي على جواني عبدو. ممنوع عيوني ممنوع. وليش بقى حبيبي؟ هي الاكل والشرب بالجواني ممنوع. اخو اعلنا انت شيء؟ هي من عندك ولا من عند معلمة؟ من عند مين ما كانت تكون. ابغى لك فوت تحمى من دمساك. الله يرضى عليك. ايه بس يجي معلمة الي حكي معه ليكون عم بتغسل على روح ابوك وما عم بدفع مصاري. ولا فوت يا عمي فوت. اي والله لولا العيب والحيل على اكبر الحمام في كلام. جاي يا عمي جاي. فجأة يا عمي ابو حاتم. الله يخلي لي اياك يا رب. مرحبا شباب. علي ابو غالي ان شاء الله مبسوطين بالحمام. شفتك يا والله انا هربت من المقصوره تبعي شنو طلع لي صرصور هالقد. الله يخلي لي يا ابو غالي. شباب ادريتوا شو صاير بالحاره؟ خير صاير. عبده صبي الحمام بده يتجوز بنته لابو حاتم. شو الحكي؟ هذا الكلام سمعته من عبده ذات نفسه. هل عبده صبي الحمام ولعلوق المقاصير بده يتجوز بنت ابو حاتم؟ ايه ليش مستغرب؟ وليش ما تستغرب؟ لك العمل لك شلون بدها تزبط؟ اجباري وغصب عنه. ابو غالب رح تمخول لي راسي. ها اجباري وغصب عن مين؟ غصب عن راس صاحبك ابو حاتم. في حاجة تخبيصيها؟ وين فايت بالطنبور؟ يا ابو حاتم ما في حدا بيغصب على شيء ما بده اياه. اذا بتروح روحه. هذا ابو حاتم حنوني مو بمرزوق خروج. والله هذا الكلام مو من عندي، سمعته من عبده ذات نفسه. شي عندك نار عبده؟ احلى نار يا سير. لا ما والله الحكي ما بتصدق الزلمة عم يحلي هيك. سمع من عبده. لك هذا ابو غالب قال عن كشاشين الحمام ثلاث ارباع حكي وكذب. طيب شو له مصلحه مع ابو حاتم اللي يحكي عليه هيك حكي؟ ما بعرف شو له مصلحه، بس هذا ابو حاتم زلمي ابو ضايز قرت معدل شوره من راسه ما بيحط طواقي لمخلوق ان يخلق. واذا مان عليه ابو شهاب؟ لك يا اخي بمون عليه بمصاري بشغله ما لها طعمه بمرجله مو بعرض وجواز بالغصب. لا وشو اجباري وغصب عنه كمان. حاجيا انت بتصدق انه ابو حاتم ذكرت لابضاي المعدل رح يجوز بنته لصبي الحمام الاندبوري عبده؟ لا وشو غصب عنه؟ والله انا بصدقه. وليش لحتى يكذب لك اخي؟ وخصوصي انه عبده عم يقول انه العقيد ابو شهاب بذات نفسه بده يطلب له اياها من ابو حاتم، واكيد ابو حاتم بده يرضى وما رح يسترجي يقول لا للعقيد. طمني شيخي ان شاء الله عمي ابو حاتم وفق يعطي لي بنته. لا تزعل يا ابني ولا سوف يعطيك ربك فترضه. بنات الحلال كتار، انا الا ما الاقي لك بنت الحلال اللي سر قلبك وخاطرك. ما وافق ما الزواج رضا وقبول يا ابني. لاني فقير ومعتر. لا تزعل يا ابني، الفقر معيب وانا ما رح اهدى لحتى الاقي لك زوجه تدعي لي عليها طول ما انت عايش معها. كتر خيرك شيخي كتر خيرك. ولسه يا حارة الضبع اول الرأس حنجلي. والله لخليكم تقولوا اخ شو عملنا بحالنا. مو على راسي مو على نافوخي من فوق بلي. وهي اجروها لغير ابو غالب وكذبوا عليك ولا عملوا لك لا قدر ولا قيمه. وانا هيك كنت بدي اقول عقيد. شلون ابو غالب؟ يعني انت مو كبير حالتنا وقدرك مو كبير قدام الناس، ليكك فت على حاله الضبع ودقيت على صدره الى حدا طلناك ولا حدا قامك من ارضك. اخ لا ما بيقلبون شو قليلين اصلا. بس يا عيب الشوم عليهم يا عقيد، يا عيب الشوم عليهم. لو كان فيهم زره نخوه ما كانوا ردوك خايب. بس انا بعرف ليش ما بدهم ياجروني الدكان. ليش ابو غليب؟
لأنه ما بيحبونا، لساتهم بيكرهونا عقيد وبيكرهوا الأرض اللي بنمشي عليها، ما بدهم يانا نفوت على حارته. مظبوط، أنا مع أبو غالب، وهذا الحكي اللي كنت أقول لك يا عقيد. وينك أبو غالب؟ ما تضلك في حارة الضبع ومش فيها رزقك، وبتنقل لي كل كلمة بتنقال عني وعن حارتي. أي حدا بيعارضك تعال قل لي مين هو لأمسح فيه الأرض هو وكلمين بشد على إيده. القتال يا سادة يا كرام 20 يوما والضرب شغال بالرمح والنبال. كمل عم يا ابو عادل كمل. وفي اخر ليل 14 شوال يا سادة يا كرام تم بعون الله تسليم القلعة للملك الناصر صلاح الدين، دخلها فاتحا منتصرا مع جيش الأشاوس، دخلوها وكانوا كتير فرحانين بالنصر. ورحمة خواليك أبدا، حكاية عمتر مو أحلى من الحكاية. لا هاي الحكاية أحلى من حكاية عمتر. روح يا والله مو عارفان شي، مو عارفان ربك وين حاطك مثل الطرش بالزفة. صعبت الطاب غالي بنفع سنك. شو بدك بشير، عم نعطي رأينا للزلمة، بعدين شو بدك كل ما بحكي كلمة بتطلع لي سنجة حرام. مقروق منك ومن كلامك. وليش شو عامل لك؟ روح من وجهي روح. سعي مالكم صاحي. لك انت ما راح تزوق على دمك ولا؟ عم يقول لك اطلع لبرا يعني تطلع لبرا، احسن ما خربط لك وشك. وشو عامل لك انت الثاني؟ ليكون عاقلين مال ابوك وما لنا عرفاني. ولك اذا بتجيب سيرة تعبي على لسانك بدي اوصل لك راسك ولا؟ فرص رضاي عليك عندي. ابو غالب اذا مو عاجبتك الحكاية اخلي المطرح يلا. على السريع. طالع بس يا عيب شو معلم بقدر المعروف. استغفر الله العظيم، الله ينسع مساك مثل ما نسعت مسانا. كمل ابو عادل كمل. ماشي يا بشير، هلا حطيتك ببالي. قلت لي مقروق مني مو على عيني مو على راسي. صباح الخير ابو فارس. ايه صباح الخير ابو غالب. شو وين؟ اللهم اشعلوا خير، شايف الحرب بنعمة. فايت على الفرن سناول لي رغيف سخن اكله. ايه ما حلو يطلع على الخبز، الساط مطوي. بستناه لحتى يطلع، لانه ما نمت من جوعي. روح مع السلامة. صباح الخير سيد بشير. يا فتاح يا عليم يا رزاق يا كريم. اهلي يا ابو غالب. شو لسه ما طلع الخبز؟ لا لسه ما طلع. يعني مطول؟ بده شي ساعة ونص. اوف والله كثير. وينك وين لينعجنوا العجينات ويختمروا؟ مطول اخي مطول. على حق علي، امبارح نمت جوعان، فكرت عندي خبز طلع ما عندي ولا رغيف. ليك ابو غالب، بيت النار بده شي ساعتين ليحمى، فروغب لك حصة ورجع. لا حبيبي، لا يرايح ولا يجاي. ميطئ هو انت حر. عيشوا عيش يا ابو بشير بهالنعم انت واهل حالك. والله لخليكم تقولوا اخ شو عملنا بحالنا. اهلين ابو غالب، عنا شايفك. اهلين اهلين. وحكا منين جبت الخبزات؟ من حارة الضبع. هو اعطاكم مننا؟ شو اوعك ما اوعى؟ قصدي الله يصلحك يا ابو الحكم، ليش ما جبتهم من فرن حارتنا؟ اليوم ما اشتغل فرن الحاره اللي مشان ايدنا متعطل، لانه المي مقطوعه والعجان اعطاك عمره. كأني حاسس بطعمة مرار قوية. شو الحكي؟ اي والله يا عقيد. هات دوري لشو؟ دوق اعطيني رأيك. بسم الله. لك اي والله فيهم طعمة مرار كتير قوية يا رجل. روح رجعوا بحكم روح. لك شو رجعوا ما رجعون؟ ما صدقت على الله انت اخذتوا الخبزات عم رجعوا نار. اما لو يسكروا الفرن غير اليوم؟ عودك سير السفرة معنا ابو غالب. لا دخيلك عقيد.
ولشو هيدا خيلك؟ قصدي طيب بطني مكتب ما اكلت عقيد. وامتى اكلت؟ يعني بتقوم من نص ساعة عقيد. ما حلك تجوع؟ لا راحت معي بكرة الصبح ان شاء الله بليلة. تصطفل عمرك ان شاء الله ما تاكل بتوفر. مد عقيد مد مد ايدك. يا بسم الله. شو بليلة بلبلوكي، وإذا ما اشتروا من عند أبو غالب ما عاد يلحقوكي. لحق إذا بتلحق. بليلة بليلة بلبلوكي. شو بك شهدوني؟ قلي شو مساوي؟ هلا بالبخر تعرف حالك. شو فيه نوري؟ شو فيه أبو حاتم؟ لا تدخل انت، خليك بيئة هدك عصلك. حرك ومشوا لشوف. يلا لك شو صاير؟ هلا بالمخر بيعرف شو صاير. شو عامل يعني؟ شو عامل؟ قبل ما شاغصك عصلك. لا حكيني قبل ما تاخده على المخبر، بدي افهم شو مساوي. قلت لك بالمخر بيعرف شو مساوي. مشان الله يا ابو حاتم، مشان الله دبر لنا اياها. ولا يهمك، امشي انا بدبره. والله ضربة محرزة عملت مع بشير يا ابو خالد، مو بس معه ومع اهل حارته كمان. شو اذا كنت فقير ومعتر ما بيطلع بيدي شي يعني؟ حرام لو لقيت ميرة الدهر تخلصني من فقري وتعتيري وبيع البليلة بالحارات. عليك يا غالي، هدول حارة الضبع بدهم ياخذوا البيت من ابو النان نهبي. بقى انا عم اقول لحالي ارفع سعره ليوصل لثمنه مزبوط. ما بصير ارفع سعر، انا كل بيت بالشارع بعرف سعره كل حارات الشارع. انا مو مشان شيء، بس مشان ما ياخذوه غدر لابو النار. ما حدا رح ياخذها، محسوبك ابي ياسين حيتم البيوت مزبوط. انت حر. وين رايحين هدول؟ على بيت عمته لابو النار. الحقوا؟ لا تلحق حدا. الحاني اللي بدي من عندك كليفه مرتبه لشوف. على عيني. هات لنشوف. ليك اخي، هدول الاغراض اللي وصفت امك عليهم. لك شبك اخي خروبه فيك تحملهم؟ هو اخي ما بقدر احملهم كلهم كتار. ليش عم تتنطر بالصبي؟ عم يقول لك ما بقدر بحملهم. خذهم معه وصلهم لعند امك كوام. اي مشي معلم على راسي. من على الباب لا تطحنا. على راسي معلم تكي بكون عندك. روح ابني روح. امشي. خلي لي على الكتار. يعني هي هات السكينه وام. يا على راسي. اي اي قطره هي. شرفوا يا زلمه. الله يا الله. استنى انا فوت افلح مستحيل. شرف شرف ابو حكم شباب، ولي على قامتنا وابو علي ابو حكم كمان. ربع خمسه سته سبعه ثلاث ارباع. شو طلع معك يا ياسين؟ سبعه وثلاث ارباع. وديش طلع معك بيسوى البيت؟ هذا شيء ما بيهمك يا ابو غالي. وليش بقى ياسي؟ شو رح نسرقه؟ لا لأنك مو صاحب البيت يا أبو غالب. بس أنا العقيد أبو النار، مأمني عليه. ما دخلني أبو غالب، أنا هي أعطي سعر البيت لصاحبه وبس. شرف أبو ياسين شرف، لا ترد عليه. شرف أبو الحكام. الله يهني صاحب النصيب. هذا إذا صار في نصيب. أنا راجع على شغلي يا مو، ما بقدر أتأخر. هلا معلمي بيستعوقني. بقى في حدا بالقهوة بدك شيء؟ الله معك يا مو. لكن انت جارنا يا مسلم افندي. ايه شو عم تعمل يا ياسين؟ بيت سياح لياح بحاره الضبع وبيلعب فيه خيال، ما بيسوى اكثر من 20 ورقه. والله انا هيك قدرته عقيد. شحوا على بيت بالحاره ما بيطلع بنص بيت عمتي. انباع لابو حسن النحاس 75 ورقه. بس نازل اسعار يا عقيد. لك حاجه تقول لي طالعه ونازله بقى. سيك شو هالفرق عقيد؟ شغلتك ما بتسوى اكثر من هيك. ماشي مقبولة منك، وإذا حابب تبيع بهالسعر الزبون جاهز. إلا سيدي بهالسعر ما رح بيع، رح أتركه واقف بعد مماتي. ماشي خاطرك. الله معك. خاطرك عقيد. مع السلامة يا أبو غالي. معقول البيت ما بيسوى إلا 20 ورقة عقيد؟ عم بيعلي. أنت قلت لي نادي له. رح شوف غيره، روح سوي لي شاي روح. أمرك روح عقيد. أمرك. هذا أبو ياسين. يا غشاش يا حرام. ايه ترفع مشان شو؟ لك لك عندي رزقة كبيرة كتير تغنيك لولد ولدك. ها؟ وين ابو علي؟ هون بالبيت. بعيد بيت منو؟ لك على نصتك قريب عزبنا من صار. لا تحكي انت عم نعافر. منو هذا اللي ماشي معه ابو علي؟ ابو علي؟ ما عم يرد كمان؟ ايه شو عليه؟
والطمعي قلبي شاككني انه في ضمير عند بيت واحد صاحبي. ها؟ وين البيت؟ دلني عليه. شو هالحكي؟ وليش مستعجل؟ بدك تعرف على البيت اوام مشان تلهف ضميري حالك بالطمعي. لا لا مشاركة نص بالنص. بالله شو؟ انا اخذك وعرفك على البيت. أيوة. ويطلع لك مثل ما يطلع لي. أيوة. لا والله ما حزرت بنوب ابو الطمعي. بعدين منين بتجيب الفهم انت؟ وان شاء الله مفكر انه تميري تطلع لحالها يا ابو غالب. ليش شو بدك بالطمعي؟ بدها شغل كتير وتعب وانا ما فوت القرنة الا لحتى اعمل عليها كشف فيها قبل كل شيء. بعدين بقول لك انه في تميري ولا ما في ابو غالب لك. ايوه يعني مو اول ما بفوت على البيت تعرف انه في تميري ولا ما في تميري ابو الطمعي؟ نهي نهي لا حبيبي لا. بعدين انا بشتغل مع رفقاتي ميرادوست وهن بيقولوا لي انه في ولا ما في. لكن ليش عمل لك النص يا ابو غالب؟ يا اما روح طلع تميري لحالك يلا. لك شو بنا ليش هيك انت عصبي يا ابو الطمعي؟ العمى بقلبك ما بتلقى مزاق. هدي شويه مشان تفهم. على شو بدنا نتفاهم؟ على الشغل ابو الطمعي على الشغل. اذا هيك روح حط لي لقمتين من حواضر البيت اول شيء بعدين بنحكي. على عيني. يا ابو غالب امور عجيب. تتوكل لي بشغلة البيت. بتشوف دميري تمل لي على المزبوط وبتخبرني. أنا بأمرك عقيد بأمرك. السلام عليكم. وعليكم السلام. أهلي رب بشير. أبو غالب. نعم. أنا شو مسوي معك شي عاطل حتى بدك تأذيني بين الناس؟ ولا شي. لك ليش أذيتني وسويت سمعتي بين الناس؟ أبو بشير شو القصة فهمني إلي. قبل ما أقول لك شو القصة يا أبو النار بدي أحكي مع أبو غالب كلمتين. هذا الكيس لمين أبو غالب؟ وأنا شو بيعرفني لمين هذا الكيس؟ شو القصة بشير؟ القصة ما فيها يا أبو النار إنه أبو غالب ابن حارتك آزاني وحط الملح الإنجليزي بالعجينات. شو أبو غالب؟ ومنين طلعت اللي بيطلعنا يا بشير؟ يعني كل ما صار شغلة بحارتكم تلزوها بحارت أبو النار؟ أنت الوحيد اللي فت لعدبني على الفرن بكير وهو عم يجي العجينات. لا كذب. ايوا يعني ضروري يكون انا مساويها ولا لقيت مين تلبسه الدمه بتطلع منها. الله وكيلك يا عقيد ابو النار الله وكيلك. انا ما دخلني. لك مين حطهم انا؟ شو بيعرفني؟ روح شوف حدا من شغيلتك يا ابو بشير. قبل ما تتهم العالم والناس روح شوف مين غريمك. ما في غيره ابو غالب هو اللي مساويها يا ابو النار. هو اللي فات لعند ابني على الفرن بكير وبدي اخذ خبز من فرني هو عم يعجن العجينات. حرام عليك يا ابو شير خبر الله يدي حسبك يا ابو الهامل. اوه كيلك يا عميد. يعني انت ما دخلك خلصنا بقى ابو شير. الزلمة عم يقلك ما دخل بكل القصة. ليش ما عم تصدقه؟ واحد مثل هاد ما بيتصدق يا ابو النار. لك عم تف بلاخ على روح على حارتك يلا من هون. عم بتقلعني من حارتك يا ابو النار؟ ما مالك افهم الزلمة بقى يلا ماشي. أنا رايح من حارتك. مع السلامة. لك شو هاد؟ ما صبي بشكل غير أبو النار وحارة أبو النار؟ بده إياها التقليها عقيد. عيب عليهم عيب عليهم والله. كل ما دق الكوز بالجرة بيقولوا أبو غالب اللي بحارة العقيد أبو النار. العم بقلبه. أيوة هلا خالد خذوه. إيه. لك شو أسلوب أبو غالب هذا مع الزلمة؟ رايح جاي رايح جاي. لك وأنت ما خلصت؟ شلون البيت اللي اخذتك علي ابو الطماي؟ ان شاء الله في شيء من اللي ببالنا؟ ما طلع معي شيء. نو. غريبه والله. البيت كانوا ساكنينه اغنياء بيقولوا فيه ذهب كثير. ايه شو مفكر هيك بهالسهوله بيطلع اللي بدنا اياه يا ابو غالب؟ ليش شو بدها؟ بدها العده تبع التحضير. عده شو؟ خراط لازم اشتريها مشان اللي معي يدلوني على الطماير. وليش مو جايب العده معاه؟ بلشت. شبك ما عجبك كلامي وطالع خلاق علي؟ هيك ما عجبني كلامك. شو مفكر شغلي لعبة الأصغار؟ أنا ما بعرف شغلك أبو الطماير. طلعت الطماير بدها مصاري مصاري كتير يا أبو غالب. وطي صوتك لحدا يسمعنا. بدي اشتري غراط من عند العطارين. غراط شو؟ بخور هندي ولبان أبيض وزعفران ومسك وعنبر وتوابعه. العمى بقلبك لشو كل هالشي؟ وطي صوتك ولا تفضحنا. وليش بدي وطي صوتي؟ هاي شغلتي وما بسمح لحدا يتدخل فيها. ايوه. وقديش حقهم اشي لفه؟ 3 ليرات. ولي قديش بدها؟ عم لك وطي صوتك. والله كتير يا ابو الطماير. بخور اللي انت غالي كتير بس بيجيب نتيجه 100% والشغل تبعه سريع. ايه وهلا يعني شو بدك؟ 3 ليرات. ومنين بدي جيبهم هدول 3 ليرات؟ شوف ابو غالب انا ما بشتغل بالدين وما بحط قرش واحد من جيبتي.
تدفع لي مصاري بيشتغل لك، ما بتدفع انت حر. طيب طيب، رح اسوي لك كاسه شاي اكرك عشا، ولبين ما تخلص اعمل لك نظره على هالبيت، بركي منلاقي شيء من اللي بالنا منه. ايه طيب، لكان حط لي بطريقك كم زيتونه، كم مكدوسه، وكم دعبوله لبن، ها؟ يعني هيك من حواضر البيت، ما بدي غلبك يا ابو غالب. مو على راسي، احلى حواضر لاحلى ابو الطماعي. وين ابو الطماعي؟ لا حول ولا قوة الا ما يكون فرق هذا. ابو الطماعي، لك ابو الطماعي، لك وينك انت؟ بسم الله. بيتك ما في شيء من اللي بدنا اياه. قل والله احد، شو عرفت؟ شو كنت عم ساوي انا؟ هات ابو الطماعي. شلون بتعرف انه في من اللي بدنا اياه ولا ما في من اللي بدنا اياه؟ يا ابو غالب، البيت اللي فيه من اللي بدنا اياه. ايه بيكون في اشارات، علامات، دلالات. بيتك ما في ولا بصمصه ضو انه فيه من اللي بدنا اياه. والله مزبوط، انا من جد جدي طفران. مثل ما عم اقول لك، بروح دور لي على بيت كانوا ساكنينه هالبكوات والبشوات، وشو ما طلع نص بالنص. ابو الطماعي، شلون بقى البيت بيكون في تميره؟ شو الدلالات والاشارات اللي بتكون فيه؟ مني لك يفوت بقى. انا بدي رح اروح اشتغل بليلات بعد المصيبه اللي صارت بحاره الضبق. اللي مينو هذا اللي رايح جاي انت وياه بالحاره؟ مشان شو؟ مو مشان شي، بس بدي اعرف مينو هذا. شيء ما بيخصه. ما بيخصني لك ابو غالي؟ لا ما بيخصه. يعني ما راح تحكي؟ لا. ايه تصطفي. اليوم ابو النار راح يعرف مين اللي حط الملح الانجليزي بعجنه فرن ابو بشير. وبتعملها ابو الحكام؟ وليش لحتى ما اعملها؟ اه يا خاين، اه يا ملعون، لك يا حوينت الخبز والملح اللي اكلناه سوا. شوفوا لا، يا بتقول منو هاد، يا بتحمل حالك وبتطلع من الدكان، واليوم ما بتلاقي ابو النار الا فايت لعندك وعلى سفق ورقع فيك. مشان الله لا تقول له يا ابو الحكم، مشان الله. لك انا احكي منو هاد وشو لك شغل معه؟ لا احكي لا احكي، بس مشان الله خلي سر بيناتنا. خلص احكي، لا يكن لك فكره، بير ماله قراب. عم تشتغل على هسي انت وياه ولا ابو غالي؟ بكره بتشوف بعينك وبتسمع باذنك. لما بيصير معي ذهب كتير رح اشتري لك احلى دكان بقلب حاطة الطبع. مو بس هيك، يمكن اشتري قهوة ابو حاتي، او الحمام تبع ابو قاسي، او الفرن تبع ابو بشير، ولا الا رح اشتري دكاكين حاطة الطبع كلياتها وشغل لك ابو حاتم وابو بشير صنعية عندي. ايش كذا الان؟ لك واكثر. لك هذا ابو الطماير زلمة عتيق وعلى كيف كيفه، بشم ريحة التميرة شم وبيطالعها من قرنتها على أهون سبا. لك هذا بيطالع الإبرة إذا كان كوم قش. يا سلام. ما وينك أبو الحكام؟ إذا شكيت في قرنة فيها تميرة بس اللي عليها، أنا وياك شراكة نص بالنص. مشي. ما قلت لي شو صار ببيت عمت أبو النار؟ اليوم المساء الدلال رايح لعند العقيد أبو النار. دلال العقيد أبو النار، ليش بدك تبيعه؟ بكرة بتعتازه. ما رح تزبط انه يسكن بالحارة عنهم، ما رح تزبط. ليش بقى ابو احمد؟ لانه متعود يسكن بحارته. بعدين بيني وبينك، هو ليش موقف حقه؟ يبيعه ويحط حقه بجيبته وشغل مصاري بالتجارة، بيع من هون شروة من هون، المال بجر مال والامل بجر صيبان يا ابو غالي. مزبوط ابو احمد مزبوط. دخلك قديش طالب حقه لهالبيت؟ ليش عندك زبون إله أبو أحمد؟ لا بس عم بسأل سؤال، يعني حرام السؤال. يا سيدي الدلال قال له بيتك بيسوى 20 ليرة. بس؟ بس يا بلاش. بس هو ما رضي يبيعه بهيك سعر، طالب فيه 25 ليرة. قديش؟ 25 ليرة. قديش؟ 25 ليرة. فهمناه فلات ما أبو غالب، روح اتسبب. أنا اتسبب. إيه شيء شيء شغلي هيك. طب طب هاي الله. عارف لك ابو غريب، الله رحمنا انه ما حدا سالنا وين رايحين وين جايين. انا اخترت لك الوقت اللي بيكونوا كل الناس عم يصلوا فيه بالجامع. يا سلام عليك يا ابو غريب. طمني طمني يا ابو الطماعي. امحى امحى يا ابو غريب امحى. يعني في طميره؟ في في وكبيره كمان. لك بعد عني، لك من ايمتى ما
خليك غسيل. هو بس من 15 يوم. مين هو اللي عم يحكي ولا؟ لك احكي احسن ما تربي الكشه كلها فوق راسك انت وياه. ولك احكوا. من ابو غالب عتيد، من ابو غالب. من مين؟ الله وكيلك من ابو غالب. يا ابو غالب انتسلى. ولك هالكلب ما بيغير عادته، ما بيغيرها. وشو له مصلحه ابو غالب يحكي هيك حكي اه؟ ولك جاوب ولا جاوب. ما بعرف، ما بعرف عتيد، الله وكيلك. بس حكى لنا هذا الحكي بالحمام بجواري. الله وكيلك اكيد، الله وكيلك. عبدو، لا حول ولا قوة الا بالله، روحوا الحول عبدو شوفوا وين راح، وقع على السرير. وانت وياه ولا؟ إذا بسمعكم تاني مرة عم تحكوا شيء على لساني أو على لسان حدا غيري من أهل الحارة، بدي أنسلكم جناحاتكم نسل، فهمتوا ولا لا؟ فهمنا عقيد وفهمنا. يا طيروا من خلتي انتوا اثنين. لعنة الله عليكم. ولك يا واطي انت يا خسيس، ولك يا واطي يا كلب، يا سرمايه انت، يا سرمايه ولك خبايا انت، تفوت علينا يا نص. ولك يا واطي ليكو ليكو خبطوا بس ملتي خبطوا. أنا مرت ويا ولا جايين تحاملوا لك وزوير؟ أنا حاميله من كسر أكبر راس بحارة قنولا. عملوا له نفس الستون برا الحارة. يا ما فشلتوا لا؟ حالة عقيدة الحق، الشباب على ما حارة أبو النار. اعتز، ركوا يا أبو الحكم. ولي على قامتي على الفوته سكرين الحارة كلها. شو القصة؟ من حارة الضبع والله. لك ألف قتلة مدللة من حارة الضبع، ولا رصاصة شوط احنا على الأبل، لا من دمنا ولا من كمنا. Est-ce que quelqu'un est rentré dans ce quartier? يسألك هل دخل أحد إلى هذه الهارة؟ لا ما دخل حدا. لا نو بيرسون كابيتين. Il est sûr؟ أنت متأكد؟ إيه طبعا متأكد، أنا صار لي هون من أول الليل. نو بيرسون بيرسون. لازم خبر العقيد أبو شاو. جوز الحمام بني أبو الحكم وأبو غالب عنا بالحارة. خير يا طير؟ ليش هربانين من الدرا؟ كنا برات الحارة عقيد. وشو عم بتساووا بنصاص الليالي برات الحارة؟ كنا سهرانين عند واحد صاحبنا، ولما رجعنا لقينا الدرك محاوط الحارة كلها. مزبوط الحكي أبو غالب؟ مزبوط عقيد مزبوط. وليش اجيتوا على حارتنا وما رحتوا على حارة تانية؟ عقيد لقينا حالنا قريبين من حارتكم، قلنا لحالنا لازم نترك لعنكم،
شلنا هون في امان، واكيد انتو ما رح تموتوا فينا ولح تحمونا، ولا انا غلطان عقيد؟ تركوني ناموا الليله عندك عبدو، وانتو من على بكره الصباح بتشمعوا الخيط على حارتكم. امرك عقيد، امرك. قوم بواجبهم عبدو. صار لك الله يمدلنا بعمرك. الله يخلينا يا الله يديمك يا رب يوفقك يا زينه شام جميل. عليم الله لو انكم مانكم دايسين بساطنا وداخلين على الله وعلينا، لا اعمل واترك فيكم ما في كلام. عبدو ليش انت حقودي كل هالقد؟ روح روح ساوي لنا شاي واسكب لنا يا بطاسه الرعبه، بركي بيروح منا الخوف اللي اكلناه من الدرق. روح روح. ماشي يا ابو غالب النس، ماشي. اوعى تتجربن بالسكه لاني بحبها حلوه كثير. ها شرحوا لك شحاد ومشارط انت وياه، فوتوا اقعدوا جوا على نصتكم، خلوا هالليله تمضي على خير. من نيتك على حالك. العقيد قال لك قوموا بواجبهم ولا انا كذب؟ طبعا شغلك ابو غالي. لك لمي بدي اشتغل. اشتغل مشان حالك، مشان تاكل وتعيش. انا خلاص حاسس انه ايامي خلصت. ولا حكي فاضي، خاف من ربك يا رجل. كل هالقد انا هامك عقيد؟ لك ما بتهمني، لك نحن عشرة عمر يا رجال. شبك ابو غالي؟ شو صاير لك؟ يلي مثلي ما له قعده مع الكبار. أنا أصغر من إنه أقعد معك عقيد. أنت كبير يا أبو غالب، كبير. شو صاير لك؟ شو أنا كبير عقيد؟ بالمصاري اللي معي؟ ولا بنسب عيلتي الطفراني؟ أنا من جد جدي عم بتداس بالصرامي يا عقيد. بالصرامي عم بتداس. اللي يا أبو غالب، ولا تستحي مني. عاوز مصاري شي؟ لك أنا ما بدي منك شي ولا من الناس. أنا لا بدي دكان ولا بدي مصاري ولا بدي بيت. أنا بس بدي ولد، لك ولد يحمل اسمي، ولد يقراني الفاتحة بعد ما أموت. هذا اللي طالب. روي أبو غالب، روي روي. هلا كل المشاكل اللي سويتها مشان الأولاد خلاص. أنا ما عاد ساوي مشاكل مع حدا، ويحرم علي أحكي مع حدا. أنا أبلام باللي كاتب لي إياه وسلمت أمري له. أبو غاليب، إذا حابب تتجوز جوازتك علي. كتر خيرك يا عقي، أنا بدي ولد لكبرتي. الله وكيلك وكيل السماء والأرض. قاعد لحالي، لك إذا بعتاس كاسة مي ما بلاقي مين يجيب لي إياها. صدقني لجوزك ست الستات، مرة تسر قلبك وخاطرك وتجيب لك عر أولاد، منيح هيك؟ إن شاء الله. ان شاء الله. ابو غالب، مروق لعندي على الدكان واللي بدك اياه بيصير، وحياه الشوارب بدول خاطرك. عتز.